برحب بكل مشاهدينا اللي بيتابعونا دائما في برنامج بنت النيل أسبوعيا. الحقيقة نحن نعيش هذه الأيام أجواء عيد الإعلاميين والذي يأتي دائما يوم 31 مايو. الجدير بالذكر أن عيد الإعلاميين بدأ 31 مايو من عام 1984، وكان له الحقيقة أصداء كثيرة وكان هناك اتجاهات كثيرة لذلك. الحقيقة للإعلام دور محوري بكل مؤسساته. الإعلام أصبح يعني حقيقة بيجسد ممكن ما هو في المجتمع من خلال البرامج المتنوعة الشفافة التي يعني الحقيقة كل الناس بتبقى مهتمية وشغوفة أن تراها ويرى في بلاد كتير جداً ومنها مصر. الإعلام بيلعب دور خطير ومحوري فيما يخص الحقيقة يعني نفسية المشاهد، أو مش نفسية المشاهد فقط ولكن تحفيز المشاهد على ما يراه من أخبار متنوعة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستوديو الأستاذة الدكتورة الكبيرة إيمان نبيل القصبي، دكتوراه في الإعلام وكذلك استشاري تنمية بشرية وتطوير الذات وصاحبة المشوار الإعلامي المتميز في التلفزيون المصري، وقدمت العديد من البرامج الناجحة في القناة الثانية المصرية مثل زينة، تياترو، كنوز ماسبيرو، مع العيلة، الشراع، صفصفة، المجلة الثقافية وسندريلا وغيرها من تقديم الحفلات وفترات الربط على الهواء. مشرفانا ومنورانا الإعلامية الكبيرة الحقيقة إيمان. أهلا بك يا دينا، أنا سعيدة جدا بالبرنامج ده وإني معاك النهاردة في الاستوديو في قناة محترمة. نيل الأخبار ده رمز الإنجاز والدقة والمصداقية والثقة، يثق فيها المتلقي بشكل كبير جدا. فتحية لكل القائمين على قطاع الأخبار وعلى قناة نيل الأخبار بصفة خاصة، ولحضرتك لأنك صاحبة برنامج الحقيقة ماشي مع اتجاه الدولة بجد. تكتشفي كل امرأة مبدعة ليها إنجازات خاصة بيها، ليها مردود هذه الإنجازات على الدولة ككل. لما المرأة تكون عندها ثقافة، عندها إنجاز، عندها وعي، بينعكس بالتالي على أسرتها، على أبنائها، على مجتمعها، على كل المحيط اللي حواليها. بشكرك على التقديمة الحلوة اللي قلتيها لي. طيب أنا هستأذن حضرتك، هنتابع هذا التقرير ونبدأ معكم الحوار. مع حلول عيد الإعلاميين 89 تتذكر الأجيال الحالية من سبقهم من رواد وعمالقة الإعلام الذين صنعوا إعلاما مهنيا صادقا، متسلحين بالعلم وملتزمين بمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية. وخلال فترة الثلاثينيات التي انطلقت فيها الإذاعة المصرية والستينيات التي دشن فيها إرسال التلفزيون المصري، كان جيل كامل من رواد العمل الإذاعي والتلفزيوني نواة للإعلام المصري في هذه المراحل المهمة من تاريخ مصر. وكانت لعدد من الإعلاميات بصماتهن في عدد كبير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تعتبر من كنوز ماسبيرو حاليا، وماذا لا يستشهد بها في أي برامج أو أفلام تسجيلية أو وثائقية تتناول تلك الفترات. وعلى مدى تاريخ الإعلام المصري حمل رواده من الإعلاميين على عاتقهم تقديم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري. ولا يزال أبناء الإعلام الوطني على الدرب ماضين لمواصلة دورهم الوطني بتقديم المساندة الإعلامية للجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية شاملة حقيقية بكافة المجالات، مع الانحياز الدائم للوطن والمواطن بتقديم رسالة إعلامية توعوية بحرية مسؤولة تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع وثوابت الدولة الوطنية وتحافظ على أمنها القومي، خاصة في مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وتشكيك المواطنين في قياداتهم. هذا ويعمل الإعلام الوطني على كشف مروجي الشائعات وفتح أكاذيبهم وتلقين المواطن بالمعلومات الصحيحة من خلال الرد على الشائعة بالحقيقة وبالواقع مع الأدلة التي لا تترك مجالا للشك، مع رفع درجات الوعي لدى المستخدمين للإعلام الإلكتروني حتى يستطيعوا التمييز بين الحقيقة والشائعة.
برحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفتي الدكتورة إيمان. دكتورة إيمان، عايزين نتكلم وإحنا بنتكلم هذه الأيام عن عيد الإعلاميين، عايزين نتكلم عن دور الإعلام المحوري في الفترة الراهنة. الحقيقة الإعلام ليه دور أساسي ومحوري وليه علاقة بكل إنجاز في الدولة وكل وزارة في الدولة. الإعلام الواعي هو اللي بيساعد الدولة على نجاح خططها. طبعا إحنا في إطار خطة تنموية كبرى لغاية 2030 عشان نحقق ما يطلق عليه تنمية مستدامة، يعني تنمية في كل جبهات الوطن، جبهة الداخلية وجبهة الخارجية. وعايزة أقول إحنا فعلا ماشيين على خطى رائعة. لو بتمشي في الشارع بتلاقي إنجازات كتير على أرض الواقع، من بداية من الطريق اللي بتمشي عليه، من الكباري، من كل ما يتعلق بتسهيل حياة المواطن. كمان في الغزو الإلكتروني قادم، بحيث كل مصلحة حكومية مش هيبقى فيها بقى ورق زمان وأرشيف زمان، هيكون في تخليص المصالح للمواطن بسلاسة وسهولة. طبعا ده تقدم جميل جدا. وفي بقى اختيار بدقة دلوقتي لكل من يعمل في مجال الحكومة عشان يكون فعلا بيعرف يستخدم هذه التكنولوجيا الحديثة ويسهل حياة المواطن. الآخر، هذه الإنجازات اليومية اللي احنا ممكن نحس بيها كمواطنين عاديين. أما على المستوى الأكبر والأعلى طبعا كلام كتير. بتسأليني عن عيد الإعلاميين ودور الإعلاميين دلوقتي، الحقيقة دورهم مهم جدا. ليهم دور أساسي في تحقيق التنمية وتقدم الوطن، لأن طبعا كلنا عارفين وحضرتك عارفة أن احنا في معركة مستمرة يطلق عليها أنها معركة وعي. وعي المواطن الكل بيراهن عليه، كل مصري أصيل عارف أن ليه دور في هذه المعركة. لا تقل أهمية هذه المعركة، معركة الوعي، عن دور الجندي على الجبهة، لأن الجبهة الداخلية بتكمل دور الجبهة الخارجية. وعايزة أقول المرأة المصرية، وبهنيك على اسم برنامجك الجميل بنت النيل، بنت النيل رمز للمرأة المصرية، هي ليها حقيقة دور مهم في هذه المعركة، لأن مش مسؤولة بس عن نفسها في الأسرة، لكن مسؤولة عن كمان المحيط في البيت، الولاد كمان بصفة خاصة. لما بيكون في حدث سياسي، انتخابات مثلا أو إلى آخره، بنلاقي المرأة هي القائدة وبتاخد معاها بقية أفراد الأسرة، يكون ليها مشاركة إيجابية فعالة في أي موقف سياسي. طيب احنا عايزين نشوف كيف يعني للإعلام انه بيشكل وجدان الشعوب، يعني بيوحد اولا وجدان الشعوب. يعني حضرتك لما بيبقى في مشكلة مثلا معينة بنلاقي ان الإعلام بيتصدى لها بشكل او بآخر، وتلاقي الناس كلها وجدانها واحد تجاه هذه القضية. على فكرة ده حاجة من الحاجات الأشياء يعني العظيمة اللي بيلعبها الإعلام. بشكرك جدا على الجملة اللي قلتيها ببساطة، إن فعلا الإعلام بيوحد الوجدان ووجدان الشعوب. عشان كده دي فرصة ذهبية لينا دلوقتي إن احنا نشتغل على أهداف في برامجنا. يعني لما يكون في بيخطط في هذه المرحلة لبرامج جديدة، بنحط قدامنا ايه الهدف من هذا البرنامج اللي احنا عايزين نطلعه للنور. عايزين نوجهه لاي فئه من الشعب، الفئه العمريه من كام لكام، هنحقق ايه من وراء هذا البرنامج. واحنا طبعا محتاجين نحقق اهداف كتير كلها تسير على خطى ثابته في طريق تحقيق التنميه. يعني مثلا لو هنرسخ قاعده الولاء للوطن، ممكن يكون من خلال البرنامج، ومش لازم يكون الكلام مباشر بالأمر المباشر أو التلقين المباشر، ولكن ممكن يكون بطريقة غير مباشرة عن طريق تقديم رموز بتتكلم أو بتجسد بصورة واقعية هذا المعنى والمبدأ. طبعا احنا عارفين القوات المسلحة المصرية ليها شعارات كتير، منها القوة والثبات والعزم والإيمان. كمان ليها مفردات كتير قوي في شغلها. ليه بتكلم على الحكايه دي؟ ان كان موضوع على الدكتوراه بتاعي، كان موضوع عن كل القيم اللي ليها علاقه ببرامج القوات المسلحه المصريه في التلفزيون المصري، كبرامج بتذاع عبر التلفزيون المصري، ليها اهداف بتتحقق على ارض الواقع. فمفروض نقتبس هذه الاهداف اللي هي اصلا مستقاه من القوات المسلحه ومبادئها، اللي هي تتلخص مثلا في القوه والعزم والايمان والثبات والانجاز والاتقان، كل الحاجات دي، وولاء طبعا الوطن. كل الحاجات دي لما تترجم لبرامج او تحقق هذه الاهداف من خلال برامج بطريقه غير مباشره، هنبقى دخلنا في صميم التنميه وتحقيقها عن طريق المشاهد اللي يتعلم اشياء كتير ايجابيه. طيب هنيجي يعني السوشيال ميديا او شبكات التواصل الاجتماعي، منها بقى تويتر، و يعني
شبكات التواصل الاجتماعي بتلعب دور اخطر من الاعلام، لان لما بينزل خبر هو ما بيبقاش خبر، هو بيبقى معلومه ما ولكنها ممكن تكون خاطئه، فبتلاقي ان الناس كلها انجذبت لها. فعلا يا دينا عندك حق في الكلام ده، لان بالذات السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي هم مش ادوات لنشر الاخبار. صح، مش مفروض نستقي اخبارنا بالزبط من هذه الوسائل، بس بيحصل عكس كده. على فكره احنا لو هنسد الفجوه الموجوده ممكن المتلقي ياخد حاجتنا احنا اللي بننتجها اللي فيها اهداف وطنيه، سواء كانت اهداف بطريقه مباشره او غير مباشره عبر السوشيال ميديا، عبر الانترنت، وطبعا ده وسيله يعني من وسائل الاعلام الحديث، يطلق الاعلام الحديث. والحقيقه بقول لك انه فعلا نسبه كبيره من المتابعين تحولوا بصوره شبه كامله للانترنت عشان يستقوا اخبارهم ويتابعوا احداث العالم مش من التلفزيون ولا من الاذاعه. برغم طبعا قوة التلفزيون وقنواته وقوة الإذاعة وقنواتها حتى الآن، ولكن مش هننكر الواقع اللي احنا عايشينه. لأن في الآخر يعني المتلقي بيبقى ماسك يعني هقول اللفظ البسيط حتة حديدة يعني في الآخر، وبيتلقى وهو قاعد. صحيح، الخبر أو المعلومة، ولكن لابد من يعني وجود نوع من الرقابة على هذه الأشياء. طبعا هنا فرصه يدينا احيي اعلامنا الوطني في ماسبيرو هنا في مبنى الاذاعه والتلفزيون، اللي هو يشهد لي على مدار العصور المصداقيه وايضا الدقه، حتى لو في تاني في اذاعه الخبر بيكون التاني عشان يبقى في تاكد من هذه المصداقيه. زي ما ذكرت في اول الحلقه قناه الاخبار يعني نموذج رائع وواعي ومثالي لهذا الاعلام الوطني الجميل. نرجع نقول نعمل ايه عشان نتغلب على السوشيال ميديا اللي هي واخده او سرقه وقت الناس، والحقيقه بصفه خاصه الشباب. هنسد الفجوه دي ازاي؟ اولا برامجنا الحلوه لازم تبث عن طريق السوشيال ميديا. تنويهات المفروض تذاع كتير، يعني تنوه عن برنامجك مثلا هيتذاع الساعه كذا، من الساعه كذا للساعه كذا، بيتناول كذا، زي تنويهات زي بروموهات مش بس في التلفزيون والقنوات، ولكن كمان الحقيقه يعني احنا شغلنا بعد ما بينتهي بننزله على السوشيال ميديا. لان طبعا السوشيال ميديا طبعا بتبقى اسرع من الاعلام. يعني عندك حق، حتى لو ما حدش عارف ميعاد البرنامج لما بيفتح السوشيال ميديا بيلاقيه. صحيح، وكمان فدي الايجابيات بتاعت السوشيال ميديا، ده الايجابيات شبكات التواصل الاجتماعي. هنا السلبيات بقى ازاي نتغلب عليها؟ بوعي الاسره المصريه، يعني نعود الطفل من سن صغير ينفع يقول لا لو هو مش مقتنع بحاجه، لو هو عارف ان ده غلط يبقى ما ينسقش ورا المجموعه الغلط. لو عنده صديق بيتابع ساعات طويله سوشيال ميديا بضاع وقته، بيشوف حاجات مش مهمه، بيشوف حاجات لا تليق بسنه، يبقى لازم يعرف يقول لا. ده دور بقى الام والاب في البيت. عايزين نعمل زي درع واقي او مناعه نفسيه بتحمي الابناء والاطفال من سلبيات السوشيال ميديا. والحقيقه ده يا دينا انت قلتي انا دكتوراه في الاعلام، او ليه زي ما ذكرت موضوع الرساله، انا عملت مؤخرا رساله اخرى، ماجستير اخر. لا، قبل بقى ما نيجي للماجستير الاخر ده، احنا عندنا نقطه غايه في الجمال. يعني انا يمكن اول مره بتعرض لحاجه زي كده، حصول حضرتك على الدكتوراه في نفس يوم ابنتك. لا، احنا عايزين نعرف منك الحكايه دي ايه. طبعا دي حاجه حلوه قوي في حياتي. طبعا من اللحظات والمناسبات النادره في حياه اي انسان، ويمكن لغايه النهارده ده تم سنه 2017. العام اللي اعلنه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو عام المراه المصريه، تم هذا الانجاز اني حصلت على الدكتوراه انا وبنتي في نفس اليوم. وكان موضوع الدكتوراه بتاعي، انا جايه وحاضنه الرساله بتاعتي. والحقيقه كان موضوع الدكتوراه دور التسويق الاجتماعي في احداث التغيير الايجابي لتحقيق التنميه بالتطبيق على برامج اداره الشؤون المعنويه للقوات المسلحه في التلفزيون المصري. بنتي دكتوره رويده، هي مذيعه في قناه ثانيه ايضا، حصلت على الدكتوراه، وكان موضوع الدكتوراه بتاعها مقارنه بين اعلانات الانترنت واعلانات التلفزيون على سلوك المستهلك المصري. حلوة قوي. انهي اكتر يعني بيأثر فيه اكتر، وازاي نوظف هذه الميديا سواء انترنت او تلفزيون في ان احنا نرشد سلوك الشراء للمواطن المصري. طبعا ودي مرحلة مهمة لازم نتكلم فيها في الحاجات دي.
أرجع لسؤالك الجميل، فعلا كان حدث على المستوى الإنساني حلو، وطبعا كان وراه كفاح وصبر وشغل وتضحيات، بان ما نتفسحش، ما نخرجش كتير، ما نضيعش وقت في حاجات بنذاكر مع بعض الحقيقه. وهي الحقيقه كانت اصغر مذيعه في يمكن اقول في العالم العربي، لان هي خدت الدكتوراه بعد ما يعني اشتغلت فيها بعد البكالوريوس الاعلام على طول، ما عادتش وقت، فذاكرنا مع بعض. انا بدات معاها صفحه جديده في مذاكره من اول ماجستير، وخدنا الماجستير مع بعض ايضا في نفس اليوم الاكاديميه البحريه، وبعد كده خدنا الدكتوراه برضو في نفس اليوم، وكنت حريصه على المعنى ده يكون معنى حلو يعني. خدنا الدكتوراه من جامعه عين شمس، والحقيقه مش بس انا اللي فرحت بالحدث ده، كل المحاطين بينا فرحوا بيه، كمان هنا في الاعلام المصري احتفلوا بينا. استاذ حسين زين يشكر يعني، الحقيقه كان دي جزيل من كبر طبعا الهيئه الوطنيه للاعلام طبعا له جزيل الشكر والاحترام، لانه يوميها امر اوجه بان احنا نستضاف على مدار ساعتين على الهواء عشان نتكلم عن التجربه الانسانيه دي. طيب عايزين نتكلم عن البرامج بتاعه حضرتك واللي قدمتيها، وايه اكتر البرامج يعني قريبه من قلبك؟ يعني احنا ما شاء الله رصدنا تاريخ مشرف من البرامج. شكرا يا زينة. الحقيقه انا اشتغلت في كل الوان البرامج من اول ما التحقت بمبنى الاذاعه والتلفزيون، طبعا كان حلم من الطفوله المبكره. واشتغلت في الاول كمذيعه في الاذاعه المصريه، اول ما التحقت كنت في الاخبار السياسيه وقعدت فيها حوالي 4 سنوات، وبعد كده انتقلت عبر مسابقات وتدريبات كتير جدا وامتحانات كتيره جدا جدا لاذاعه صوت العرب المصريه، وطبعا دي اذاعه يطلق عليها مدرسه طبعا اذاعيه متفرده في الاسلوب بتاعها. توقع احمد سالم عام 1900 الحقيقه عايزه اقول ان ليها ستايل او ليها لون معين، فرق العمل وفكره التعاون الجماعي في برامج جماعيه. وطبعا اتعلمت من هناك من عباقره وعمالقه في هذا المجال، طبعا الرائعه نجوى ابو النجا، الرائعين كلهم، استاذه امينه صبري، استاذ كامل البيطار، استاذ عاطف عبد العزيز، وطبعا اساتذه عظام طبعا الحقيقه كلهم طبعا، وغيرهم يعني من كتير من الرواد، استاذ رواب البدراوي، استاذ نهى العالمي، كل دي ناس اتعاملت معاهم وتعلمت منهم بطريقه مباشره، وفي ناس طبعا اتعلمت منهم في الاذاعه بطريقه غير مباشره، استاذ عمر بطيشه مثلا، استاذه ايناس جوهر طبعا، دي كلها طبعا طبعا. بعد كده التحقت بالتلفزيون بعد برضو امتحانات كتير، ورشحت اني اشتغل مذيعة اخبار في قطاع الاخبار، كان ساعتها برئاسه الاستاذ الراحل سمير التوني. ولكن الحقيقه انا كنت تشبعت بفكره العمل البرامجي، واشتغلت برامج كتير في صوت العرب، فحبيت اكمل مسيرتي البرامجيه لما اروح التلفزيون. فطلبت ان انا انتقل من قطاع الاخبار لقطاع التلفزيون، كان ساعتها برئاسه الرائعه طبعا الله يرحمها استاذه سهير الاتربي. الله يرحمها. ومع ذلك برضو كنت بقدم برضو تعاون مع قطاع الاخبار من خلال صباح الخير يا مصر في بداياته. وفاكره اول لقاء عملته في صباح الخير يا مصر كان لقاء خارجي مع دكتور اسامه الباز، وكان شهد في حقي شهاده كويسه. وبعد كده برضو كان لقاء تاني، وفاكراهم قوي اللقاءات دي، لانها طبعا في بدايات المشوار. كان تاني لقاء مع دكتور زاهي حواس، وكان بيتكلم عن الحضاره المصريه وبما فيها من اسرار كتير. طيب احنا يعني شرفنا بيكي، بس عايزين من حضرتك يعني ما هي خططك المستقبليه، وتقولي ايه للاعلاميين، ايه الرساله اللي انت ممكن توجهيها لهم، واحنا خاصه ان احنا في العيد ال 89 للاعلاميين. طبعا احنا 89 عام مروا على بدء الاذاعه المصريه، و 39 عام على اول عيد اعلاميين اللي كان اول احتفال بيه سنه 84. طبعا من اول ما التحقت بالاعلام كنت حاطه يعني خطه لنفسي ان انا اقدم برامج ليها هدف وليها فكره وليها مضمون، طبعا في اطار قيادات كانت واعيه وبتوجهنا بشكل جيد جدا. ذكرت اسامي بعض البرامج اللي قدمتها زي المجله الثقافيه وزينه وصفصافه وتياترو، وكلها برامج يا اما بتقدم فن هادف جميل ورساله، او برامج للاسره المصريه او للطفل المصري. وتوقفت كثيرا في منطقه البرامج الاسريه من خلال برنامج زينه اللي قدمته اكثر من 10 سنين، وقبليها مع العيله 10 سنين تانيين، فقدمت في المنطقه دي حوالي 20 سنه من عمري برامج الاسره المصريه. سالتيني بقى في الاول ليه عملت ماجستير تاني مثلا؟
عملت ماجستير تاني لان انا تشبعت بدور المرأة المصرية ودور الأسرة المصرية في تنمية المجتمع والوطن المصري. طبعا. فاخترت موضوع الرسالة، والحقيقة سؤالك كان ليه علاقة بموضوع الرسالة، عشان كده كنت هدخل في الكلام وأقولك انه كان ادمان الانترنت وعلاقته بالمناعة النفسية والارجاء الاكاديمي لدى طلبة الجامعة في ضوء بعض المتغيرات. ده مهم قوي على فكرة. كان سؤالك الجميل من شوية عن السوشيال ميديا وازاي بتسرق وقت الشباب، عشان كده لمحت الملمح ده من ضمن رسائل كانت بتجيلنا في برنامج زينة. قلت لا، لازم طالما عندي قابلية اني اذاكر تاني، ليه ما اختارش الموضوع ده واشوف ليه حل واكتب توصيات واترجم يعني توصياته لبرامج، او انصح الجيل اللي طالع جديد ان هو يخلي باله من الحكايه دي في شغله في البرامج. تأثير ذلك بقى على الشباب يعني النتيجه بتاعت الرساله اكدت ان في علاقه قويه جدا بين ادمان الانترنت وبين المناعه النفسيه. وهم عرفوا ادمان الانترنت بانه اللي بيستخدم انترنت اكتر من 4 ساعات يوميا بدون حاجة العمل أو الدراسة، ده يطلق عليه مدمن إنترنت. طبعا بما لذلك من توابع صحية وجسمانية، ألم بقى في الرقبة والظهر، وانشغال عن الحياة الاجتماعية السوية. لأن زي ما قلتي في أول الحلقة أن فعلا كل واحد ماسك الموبايل وقاعد في ركن ومنفصل عن العالم، ما بقاش اسمها مش عارفة هو مفاتح إيه، ولا يعني ما تبقيش واثقة أن المادة اللي هو بيشوفها دي بتبقى سلبية صح. أو إيجابية. عندك حق. ما بقاش اسمها السوشيال ميديا، مش تواصل اجتماعي، بقى انقطاع اجتماعي للأسف. دي حقيقة. فالرسالة أثبتت أن فعلا في علاقة قوية بين مدمن الإنترنت ومناعته النفسية. طيب. يعني بيكون هش نفسيا أكتر من حد ما بيستخدمش الإنترنت بطريقة أكتر من اللزوم. طيب يعني حضرتك هنستنى بقى ماجستير ثالث ولا هنستنى دكتوراه ثالثة؟ هنعمل إيه الفترة الجاية؟ الحقيقة أنا دخلت في قصة التنمية البشرية وتعديل السلوك. يعني خدت اللقب ده بعد الدكتوراه اللي كان ليها علاقه بالتنميه البشريه، والماجستير اللي ليها علاقه بتعديل السلوك وصحه المواطن المصري وبالذات فئه الشباب. يعني انا بحب افيد الناس يعني بنصايح، ممكن كمان في بادي هاند اللي عايز يعمل برنامج جديد ممكن يسالني حاجات زي كده اهو. كمان توصياتي كلها الموجودة في الرسائل بينهل منها كل اللي بيدخل المكتبة، مكتبة عين شمس أو الأكاديمية البحرية أو إلى آخر المكتبات اللي توزعت فيها الرسائل. أنا في نهاية هذا اللقاء، كل سنة حضرتك طيبة وإن شاء الله المزيد من النجاحات لحضرتك والبنت حضرتك. الدكتورة إيمان نبيل القصبي، دكتورة في الإعلام واستشاري التنمية البشرية وتطوير الذات، صاحبة المشوار الإعلامي المتميز في التلفزيون المصري. أنا يعني بشكرك جدا على هذا اللقاء الرائع، شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك استاذه دينا، مذيعه جميله متميزه وصاحبه برنامج الحقيقه مهم قوي على الخريطه في قناه رائعه، قناه النيل الاخبار، بنت النيل. انا سعيده ان خدت اللقب النهارده وان يكون النهارده معاكي بنت النيل. اجمل ما في البرنامج ان احنا كلنا سيدات، حتى المصورات سيدات، وان احنا بنقوم كتيم عمل واحد يعني، وبنحب البرنامج بتاعنا فعشان كده بيطلع في احسن صوره. عندك حق، وفرصه احيي كل الفاتنات المشاركات في هذه الحلقه حضرتك. اخراج واعداد وتصوير وكل المساعدين. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. لما زلنا نتواصل مع حضراتكم، التقي بكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.